وش الصباح. قول عليه يا ابو وحيد، ليش خير؟ شوفي لك فهمت فهمت، يعني ما بتقدر تقلي هلا؟ طب قلي شوفي، والله شغلت اللي بالي يا رجل. جاي جاي. طيب ماشي، لا شو بدي اتاخر لك. جاي جاي، مسافه الطريق كون عندك. يا الله، مع السلامه. مين هذا ابو لما؟ شوفي ابو وحيد، ما بعرف شو بده مني. وش الصباح؟ لسه الساعه 6 الصبح، ليش مستعجل كل هالقد؟ يعني ما فهمت شو بده؟ ما لمح لك عن السبب؟ قال ما بيقدر يقول لي شيء على التليفون. هذا اكيد في صفقه مهمه، والا ما كان زعجك وفيقك من النوم قبل الشحاده وبنتك؟ والله ماني عارفه شو بدي لك يا ام لما، صدقيني قلبي ماله مطمن لهالتليفون. انت اتكل على الله ولا تتشائم، وان شاء الله ما بيصير الك الخير. ان شاء الله. ما بدك تغسل وشك قبل ما تروح؟ هلا وقت غسيل وش انت الثاني. طيب روح بسرعه وخبرني شو بيصير معك، لا تخليني بخبر كان. تعرفي انت رجعي نامي ولكن لك فكري، بس ادعي لي الله يجيب العوائب سليمه. شلون؟ ماشي ماشي. طيب مع السلامه. شو هالمصيبة هي؟ فعلا هالقصة لا كانت لا على البال وعلى الخاطر. ايه وبعدين؟ يعني شو بدنا نساوي بحالنا؟ كيف لازم نتصرف؟ والله ما بعرف يا ابو ماجد، خايف يكون سبقنا الوقت وما عاد يطلع بايدنا شيء. فعلا الله يجيرنا من ساعة الغفلة، وبيني وبينكم كان لازم نحسب حسابنا لهيك يوم اسود، بس هلا سبق السيف والعزل. الله يستر. صباح الخير. صباح النور. اهلا يا ابو لمن. خير شوفي. ليش تدعيتوني بهالسرعة؟ يا جماعة احكوا شو صايركم؟ شوفي شو صاير؟ والله شغلتولي بالي. عود ابو لما عود. ايه؟ ليش انتم مكركبين وجوهكم ما بتتفسر؟ احكوا لشو؟ امبارح شكلوا لجنة من أين لك هذا؟ ايه وإذا يعني؟ شو هي أول مرة بيشكلوا فيها لجنة؟ صحيح هي مو أول مرة، بس هالمرة مختلفة عن كل المرات اللي قبلها. شلون يعني؟ تعرف مين حطوا رئيس لجنة؟ لا والله مين يعني؟ حطوا أبو غضب رئيس لجنة. شو هالحكي ها؟ أبو غضب بذاته؟ إيه سيدي، أبو غضب بشحمه ولحمه. معناتها أنا خرب بيتي وبيت اللي خلفوني كمان. ونحن كمان رح يلحقنا البل وناكل هوا بالمعلقة. العم على الحظ. ولك شو جاب أبو غضب على بالهم لحتى يعينوه رئيس لجنة؟ شو بيعرفني؟ عفوا يا جماعة، أنا بسمع بأبو غضب بأنه مسؤول مهم، بس يا ترى شو طباعه؟ اولا لا بينحلب ولا بينجلب ولا بيبلع، ووشه على طول ما بيتفسر، ما بيضحك للرغيف السخط. ولما كان مدير عام كانت الاداره ماشيه بالعصايه، وما كان حدا يقدر يفتح تمه معه ولا يخالفه بكلمه واحده. بس على هو ما بعرف يا جماعه، ابو غضب متقاعد من زمان، بقى شو اللي خلاهم ينقوه هو بالذات رئيس اللجنه؟ لك طبعا بدهم يعينوا واحد مثله، لانه هذا ما حدا بيقدر يمون عليه. وسمعت انه عاطينه صلاحيات اكثر من صلاحيات الوزير. العم على مصيبه. هي مو مصيبه، هي كارثه. لك هي بلوه وابتلينا فيها. صراحه يا جماعه انا قلبي ناقزني وحاسس انه القصه ما راح تعدي على خير ابدا. هدول كل الملفات اللي درستوها؟ نعم سيدي، هدول هنن كلهم. محرزين والله. طبعا محرزين سيدي، صار لنا زمان عم نجمعهم. ويا ترى استعنتوا بفرع المعلومات؟ نعم سيدي استعنا. والجماعة كانوا كتير ظراف، ما بخلوا علينا ولا بمعلومة واحدة. وهدول كل الملفات ولا لسه في غيرهم؟ يعني بدك تقول هدول النخبة سيدي. ماشي الحال. والله لو رجعون نجوم الطهر والله، حتى يعرفوا مين هذا أبو الغضب. طنت إدني يا جماعة، أكيد هلا بيكونوا جايبين سيرتي، ما في مجال. وليش سيرتك أنت مو سيرتي أنا مثلا؟ اكلنا بالهوا سوايا. طبعا هذا ما عنده درنا مشطة. الله يسترنا ولا يفضحنا بجاه محمد سيد الأنبياء. انتوا فكرتوا لي بمين بدنا نبلش التحقيق بالأول؟ سيدي أنا لقيت طريقة، بس ما بعرف إذا كانت تعجبكم ولا لا. شو هي؟ شرفوا سيدي. شو ها؟ ورق لعب
شدة شدة. نعم سيدي، وصور المطلوبين كلهم على ورق الشدة. ومنين اجتكم هالفكرة؟ سيدي لأنه طلع عدد المطلوبين 52 واحد. القهوة سيدي. يسلم هالإيدين يا أبو عصام. إن شاء الله ألف صحة وأنا يا سيدي. طاع. هاد هو اللي راح نستفتح فيه. اعطوني ملف لشوف. طنيت اذني مره ثانيه يا شباب، وانا لما بيطلوا اداني اكيد راح تلحقني مصيبه. لك حاجتك خرافات بقى يا والله، اما تطلنا على ابن شباك. شرف سيدي، هذا ملف. مو هذا اللي شفت ملفه قبل شوي؟ بالضبط هذا هو سيدي. بالظاهر حظه مسخم سيدي. باين هالإنسان ما له قليل منوب. يا سلام، ايش هو الحداقة؟ شو هالفهم؟ الله لا يوفقك، منين جايب كل المصاري؟ عملوا لي محضر جلسة. حاضر سيدي. سجل عندك بيان رقم واحد، اشطبوها اشطبوها، اكتب قرار رقم واحد. اهلين ابو عصام، سمعونا يا شباب، سمعونا اذا بتريدوا ابو عصام على الخط. ايه ابو عصام، ايه شو هالحكي؟ معقول؟ ايه وانا شو وضعي؟ شفتهم بعينك؟ ايه طيب طيب، وينك؟ الله يرضى عليك، طمني الاخبار اول باول. على راسي. ابو عصام ابو عصام، اذا بتقدر كمان احفظ لي الاسماء. ايه ماشي الحال، مع السلامه ابو عصام. طمنا ابو حي، طمنا، شو قالك ابو عصام؟ حاطين الصور على ورق الشده. اني شده؟ أني شدة يعني شدة ما غيرها. تضرب على هالموضة ما أغلظها يا جماعة، والله قلبي مو مطمئن. دخلك ما قال لك أبو عصام إذا كانت صورنا موجودة بالشدة ولا لا؟ لسه ما بيعرف لأنه ما قدر يشوف شيء، بس رح يخبرني إذا صار عنده معلومات جديدة. الله يمرق الغيمة بخير وسلام يا رب. آمين يا رب. هذا موبايلي موبايلي. أهلين أبو محجوب. أهلين. شو؟ إيه شوفي خير؟ ايه طيب، وان شاء الله اعطيتهم الرقم. الله لا يعطيك عافيه. ما قلت لكم يا جماعه، ما قلت لكم لما بطن ادنيه بيصير معي مصيبه؟ هي اتصلوا ابو محجوب اعطاه الرقم موبايل. يا جماعه انا خرب بيتي. شو كان؟ شو الرقم هذا؟ بس ما يكونوا هني. مين قصدك؟ مين يعني؟ مين يعني البلا الأعظم؟ مين بده يكون؟ مو لهالدرجة. انت التاني شبك مرعوب، رد على الموبايل. لك شبك؟ معقول هذا الكلام؟ بركي واحد عنده معلومات جديدة. رد رد ولا تخاف، لسه معلق الخط. الو، انت ابو لما؟ اي نعم. مين معي بالله؟ انا ابو الغضب. احترامي سيدي. تعال لعنا بكيفك حالا. لوين سيدي؟ لا تجذبها، انت بتعرف وين بداوم انا. بعد خمس دقائق بتكون مزروع عندي هون، مفهوم؟ حاضر سيدي، مفهوم. هاي طلبوني يا جماعة، بالظاهر بدهم يستفتحوا فيه. سيدي ابو لما موجود برا، خليه يدخل. حاضر سيدي.
احترامي سيدي. اهلا وسهلا، شرفت. انا من زمان حابب اتعرف على هالوش الحلو. شكرا سيدي. انت من 4 سنين كنت تشتغل شوفير تاكسي؟ نعم سيدي. ابوك كان يشتغل بسكليتاتي وتوفى من 10 سنين وعليه دين 2050 ليرة. وفيتهم سيدي وفيتهم. اتجوزت من 8 سنين من بنت السمان ابو رياح يلي فاتح باب سريجه. نعم سيدي صح. برات البلد ما طلعت؟ لا 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 ابدا ما طلعت. ما طلعت يعني مالك لا خال ولا عم لا بالبرازيل ولا بالارجنتين ولا بفنزويلا؟ لا سيدي مالي حدا. يعني مالك ورتان ورته محرزه؟ لا مالي ورتان شيء. عندك هلا 3 شركات ومعملين وسلسلة محلات ومطاعم. مزبوط سيدي. ثروتك تقدر ب$100 مليون تقريبا سيدي. قرب لعندي لشوف. قرب كمان. حط عينك بعيني. بدي ورجيك نجوم الظهر إذا ما بتشرح لي من وين جبت كل قرش بثروتك، مفهوم؟ حاضر سيدي مفهوم. يا أبو عصام بعتني الشباب. سيدي أنا بس لو تسمح. خراس تضرب بها الراس. نزلوا لتحت وعطوا ورقة وقلم. بدك تكتب لي تقرير كامل عن ثروتك من أول قرش دخل لجيبتك لل$100 مليون اللي صاروا معك. خدو من أنا يا سيدي بس لو تسمح لي بس لحتى حطك بالسرعة يأذني هذا المصاري اللي معي. عفوا سيدي يعني ليش حقت معه؟ أنا برأيي ما كان في ضرورة نهائيا لأن بالأصل كل شيء واضح ومبين. مو أنتوا اقترحتوا ورق الشدة؟ أنا عم بتبع الطريقة الأمريكية. سيدي المحروس ابنكم برا بده يشوفكم. شو بده هلا؟ سيدي ما بعرف قال شغلة ضرورية. خليه يفوت. حاضر سيدي. تفضل. مرحبا. بابا عفوا بس في شغلة ضرورية بدي أحكيها معك. تفضل احكي لشوف، مالك شايفني مشغول؟ شغلة عائلية شوي. طيب، إذا عائلية ماشي الحال. لو سمحتوا. هات لشوف شو هالشغلة العائلية بقى. بابا أنتم مع مين كنتوا عم تحققوا هلا؟ شي. أنت شو دخلك بهالقصة؟ هلا أنت بس قل لي. مع واحد اسمه أبو لما. طيب أنت بتعرف مين هذا أبو لما؟ لا والله ما بعرف. بعدين مين ما كان يكون انا ما عندي كبير الا الجمال وصلاحياتي الممنوحه اللي بتسمح لي. بابا هذا موظف عنا وشركاته ومصانعه ومحلاته. قلنا شو عم تحكي؟ قلنا ايه بابا قلنا. شلون يعني كيف هيك؟ بابا بتتذكر ال$50 مليون اللي طلبت مني طلعهم برات البلد قبل 3 سنين لما كنت انت مدير عام اللي... ايه تذكرت وقتها ما حبيت طلعهم برات البلد مشان الاقتصاد الوطني. ايه وشو عملت لكان؟ استثمرتهم هون بالبلد وجبت هالمعتر وحطيته بالواجهة وبدون ما يعرفني. لا حول ولا قوة إلا بالله. لأنه اتصل بالشباب قبل ما يعملوا له اللازم. لأنه اختلفت الأمور 180 درجة. صباح الخير حياتي. أهلين أدم كيفك؟ روحي عني يا زعلانة منك كتير. زعلانة؟ وليش لا سمح الله؟ إيه مو بس زعلانة وأخدي على خاطري كمان. أوف وليش بقى؟ لك شو ليش بقى؟ صرت جاي لعندك 4 مرات وأنت بتطنشتيني ولا على بالك؟ هلا هذا هو سبب زعلك، فكرت الشغلة أهم من هيك بكتير. هيك لكان، يعني مو من حقي أزعل. من حقك،
بس نحن ما تعودنا نعامل بعضنا زيارة بزيارة، يعني المحبين ما بيحاسبوا بعضهم بهالطريقة. بقى لا تزعلي ولا على بالك، خلص إلك علي كل يوم الصبح اجي اشرب عندك فنجان قهوة. منيح هيك؟ بقى شيلي لي العتب على جنب وطمنيني، ليلي كيفك؟ كيف أحوالك؟ لك شلون عم تقضي أوقاتك؟ شلون عم أقضي أوقاتي يعني؟ دافني حالي بهالبيت، لا روحة ولا جية، لا طلعة ولا فوتة، دوبني لحق طبخ ونفخ وضب وترتيب وخدمة. يا ستي كلنا بالهوى سوا. وانت شو عم تعملي؟ شو عم تطالعي الأواعي الشتوي؟ لا والله يا بنت الحلال، لا شتوي ولا صيفي. يو لكن ليش منكوتة هالنكتة؟ ها ها، هذا يا ستي القصة وما فيها هي كالتالي. هلأ قدي صلك ما شفتيني؟ يعني حوالي الشهر. حلو حلو كتير. أنا من حوالي شهر وأنا على أخذ ورد مع جوزي حسان حتى وافق لي إني اشتغل ببيع التياب ببيتي. أنو تياب؟ جايتك بالحكي. هذا يا ستي أنا من كم سنة حاطة عيني على شغلة التجارة، وإنتي مثل ما بتعرفي يا ندى أنا عندي تخطيط وتفكير وشطارة وتدبير. بقى شو قلت له لحسان؟ قلت له بدي منك توافق لي مشان أروح على تركيا، بدي روح جيب أغراض وتياب وحشية وكم شنطاية سفر وارجع، ومن جهة المصاري المصاري موجودة. ها ها، هلأ فهمت عليكي، تاجرة شنطة يعني. برافو عليكي. بس بصراحة حسان بالبداية عارض، بس على قد ما زنيت على إذنه زن وافق بالنهاية. وهالتياب كلها من تركيا؟ طبعا. وقديش غبتي هنيك؟ 8 أيام. وانتي بتعرفي بضاعة تركيا قديشها حلوة، الله وكيلك هالأسواق مطلوسة طلص بالموديلات والتصاميم الحديثة والموضات والشاموا والجد والقصير والطويل، يعني الشغلة فلجان فلجان. لا وكله حلو وكله رخيص. رح ساوي لك قهوة. بس عم يقولوا تركيا يعني غليانة كتير مو مثل أول. ليش أنا عم فوت على محلات السينية ليك والتانية؟ لك منين اشتريتي هالبضاعة؟ في أسواق رخيصة، أسواق انوجدت مخصوص ليلي مثلنا. من البالة يعني؟ لا أيو، شلون من البالة؟ أسواق محترمة بس تجارية، يعني بدك تقولي مثل عنا سوق الحريقة أو سوق الحميدية، يعني القطعة اللي بتنباع بسوق الحميدية هي نفسها بتاخديها أرخص مرتين ثلاثة عن شارع الحمراء. طيب كنتي روحي على أسواق الجملة؟ ومين قالك ما رحت؟ إيه الله وكيلك صرت أبرم بأسواق تركية مثل المجانين، ما بعرف شو صلي، صرت مثل الفجعانة مثل الغولة، على ما اشتري جزم وشناتي وتيورات وبلوزات ومناطي. اشتري وادحش بهالشناتي، اشتري وادحش بهالشناتي. تقولي صرت مجنونة الشراء؟ صدقيني لو كان معي 2,000,000 ليرة كنت حطيتهم ورجعت بلاهم. ورحتي لحالك ولا معك حدا؟ راحت معي ام وليد صرصوعة. معلومة ام وليد صار عندها خبرة بهالشغلة، لأنه هي سابع مرة بتروح فيها على تركيا. ودخليك الجمارك ما فتشوكي؟ ما عملوا لك مشكلة؟ لا، كانوا يسألوني شو في بهالشناتي؟ قلن يعني شو بده يكون فيهن، يعني اتياب إلي وشوية هدايا. بس أنا من قويتي كنت جعلك هالتياب لما أدحشهم بالشناتي، وبعدين قيم النمر والسعر والمقاس اللي عليهن، وكنت بس أرجع على بيتي افردهم واكويهم ورجع لهم بطاقاتهم ورجعهم مثل ما كانوا تمام. شو تاريكي مالك قليل بنوب يا حياة؟ إيه لكان مو أحسن ما ضل قاعدة وحاطة الحزن بالجرن. بيني وبيني قلت لحالي سلاية وسفر وشمتها وفائدة مالية. مرحبا مدام حياة. أهلا وسهلا. مري بالظاهر ما عرفتيني، ما هيك؟ لا والله ما عرفتك، يعني بلا صغرة مين بتكوني؟ أنا مدام هالة حبيبة. عرفتيني؟ يعني عدم المؤاخذة ما عرفتك. طيب أنا جارتها لبنت خالتك سكينة، بعتتني لعندك لأشتري تياب. يا ميت أهلا وسهلا، اتفضلي اتفضلي مدام هالة. بالعلامة اجتمعنا بخطبة سعاد بنت أبو عبدو والفت. ايه والسبع سن عام. يا ميت أهلا وسهلا فيك. أهلين هالة، على فكرة هالة مرت أخي. شو هالصدفة الحلوة هاي؟ أهلين هالة. أهلين. إيه مدام حياة، دخيل عينك أنا مستعجلة شوي، بكرة عندي عرس بنت وحدة صاحبتي بتعز علي كتير، بدي تختاري لي فستان حلو على كيفك. لك بتأمري أمر، وكرمال عيون ندى الغالي بيرخص لك. دخلي
في شيء بذهنك معين ولا لبسك على ذوقي؟ والله خليني اتفرج، حاكم الفرجة بتذكر الواحد بالموديلات. طيب شوفي، هي تيورات رسمية، شوفي لي هالتيور، شوفي لي ما احلى. شو رايك ندفي؟ ما بشي حلو. حلو بس هالتيور هاد قطعه نادره ما في منها بكل تركيا. معلومه المعمل بيساوي 4-5 قطع وصلى الله بارك، مو مثل عنا. عنا بتفكري حالك انت شاري قطعه وشغله نادره ما في منها، واستاني يوم بتلاقي نص بتات البلد لابسين مثلها. فعلا مرة اشتريت فستان من محلات الفصول الستة ورحت فيه على مباركة بيت السعدي، فتلك على هالمباركة وانا عم بتباها وماشية مثل الطاووس. ليش؟ لانه البياع قال لي ما في غير قطعتين بالبلد منه. مو تاريلك 7 نسوان بهالمباركة لابسين مثله؟ لا او شو حكمة قعدتنا نحن السبعة جنب بعض؟ الله وكيلك صرنا فرجة لمين نتفرج، كأنه نحن السبعة توائم. سامعة سامعة بإذنك ست هالة، بس انا بطمنك انا ما عندي هالشي ابدا ابدا. اصلا القطعه الثانيه اللي مثله اشترته وحده ست من اليونان وقدام عيني، يعني بطمنك بغير هالبلد. بسيطه مو مشكله. بس يا ترى بيطلع قياسي؟ خلص قومي قيسي القهوه على النار. اهلا وسهلا بندى. اهلين. تسلم. يا سلام، شلون شايفتيني هالفستان؟ يا سلام، شو هاد شو هاد؟ تقولي مفصل إلك تفصيل. شوفي لي هالكتاب ما أحلامه. يعني لا بقلي؟ لا بقلك وبس. إيه رح ياكل من جسمك شقفة. إيه شوفي ما أحلى. تعالي ترجعي على المراية، تعالي. شايفتي لي هالقصة ما أحلاها؟ شوفيها. بس مو ضيق شوي؟ بالعكس نازل فيكي مثل القالب. هلا أنت قديش قياسك؟ أنا قياسي 48 طلياني، 32 فرنسي، 16 انجليزي. هذا قديش قياسه؟ هاد 8 تركي، يعني نفس الشيء. ايه ما شاء الله ما شاء الله، نازل فيكي حفر وتنزيل. مو هيك ندى؟ هو القالب غالب. هلا لا جاملوني، قولوا لي مضبوطها. قال لبس المكنسه بتطلع ست النساء. محشومه يا ست هاله محشومه، بالعكس انت جسمك لبيس. بس كأنه بطني مكوز. لا يو، لا مكوز ولا مبوز. بعدين مخبي لك كل الديفويات اللي بجسمك. هذا إذا كان في بجسمك ديفويات. لا أنا ما عندي ديفويات منو. جوزي دائما بيقول لي اللي بيعجبني فيك جسمك. الحق معه، جسمك ملفوف. هلا مو هيك؟ كلهم بيقولوا لي دائما جسمك ملفوف. بس كأني شايفة لك ما مقصار. ما شو صار؟ هي آخر موضة يا ست هلا. بعدين سلامة عرفك، السنة دارجة موضة القصير بكل شيء، لك حتى الكنزات الشتوية عم ياخدوها بنصكم، بعدين التنانير عم يعملوها لفوق الركبة والبطن باين. صحيح، بس كأني شايفته ناطط كتير لفوق الركبة، يعني بيني وبينك إذا لفيت رجل على رجل قدام العالم مو حلوة بحقي. قولي مو حلوة بحق الناس يلي رح يشوفوكي، أزبط. نعم؟ عفواً لا غنى عنك، عم بمزح. هلا الفستان مفصل إلك تفصيل. شوفي اذا حاسه انه عم يضايقك من ناحيه البطن، انا على استعداد افتقلك كم قطبه لحتى ترتاحي. طالما موضه ماشي الحال، مالي متضايقه. بس يا ترى في غير هالتطريزه؟ عم اقول لك ما في عندي غير هالقطعه. بعدين السنه يعني وبيني وبينك دارجه هالزركشات هي والتطريزات الفلاحيه، حتى الاميره ديانا الله يرحمها كانت لابسه نفس الموديل.
ما بعرف كأني شايفته. وإذا بتحطي له شي عقد مناسب بتصيري فرجة لمين يتفرج، سندريلا حقيقية. بعدين إذا بتعملي شعرك هيك قشط وموديل ليون بتطول رقبتك وبتسبي سبي. بصراحة أنا متوسوسة منه. لا لا ليش؟ لأنه عاصرني عاصر. يعني هو معك حق، بس هالتيور هاد هو موضة العصر، بقى بدك تتحملي. وقديش حقه هذا؟ يعني معلومك هذا فستان مناسبات، وأنا ما رح أخذ مني غير حق التكلفة، وباعتبارك مرت أخوه لندى. قديش يعني؟ 18,000 بس. شو هالحكي؟ 18,000؟ ايه. تركي؟ لا يو سوري. ايه بس غالي كتير. هو فعلا غالي، بس أنا من طبعي دائما أني اشتري الشغلات الغالية حتى بيض وشي قدام زبايني. ومن هون لهون؟ لا تتعبي حالك مدام، قلت لك رح اعطيك اياه بسعر التكلفه. وكرمال ندى حيرتيني، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك. لا تحتاري ولا على بالك، بوعدك اذا بتراعيني لجيب اخواتي يشتروا من عندك. خلص هاتي 17,000. ما بيمشي الحال ب 12,000. اعوذ بالله، يعني بدك اياني بيع بخساره انت ما بتريديها؟ طيب ماشي الحال، رح اخده ولبي عليه اسواره وشنتاي. لفي لي اذا بتريدي. اي مو بدك تشلحي بالاول؟ صحيح، العمى ما اغباني. عسلامتك يا سكالة. ولو سمع شبتي قهوتك اشربيها. هلا هذا لابق عليها؟ هلا انت شبتك بهالشغله، المهم انه اشتريته ومشي الحال. يا عليم الله، طلع في مثل المجنونه اللي هربانه من العصفوريه. خلاص بقى انت شو بدك بهالحكي، المهم المخلوقه عجبها ومشي الحال. عجبها من لسانك الحلس الملس، خربيت قلبك منين متعلمي هالتعبير؟ اللي بيعيش بيتعلم، قليل شو بيساووا فينا البياعين؟ فعلا، الله وكيلك المحل اللي بيشتري منه، كل 10-15 يوم بيفتح لي التليفون، وعلى مدام وصلتنا بضاعة جديدة، مدام قايم لك قطعة ما في اختها بالبلد، مدام وصلتنا كوبونات من باريس، لك حتى جوزي بلش يتضايق منه من لزقته البيطارية. البيع يا ندى موهبة، يعني لازم يكون لسانك بتمك عم يبرم برم مثل اللولب. بعدين الزبونة إذا شافتك ساكتة بتفكرك بدك تخوزقيها. بعدين روح قلب الزباين الوش البشوش والكلام الحلو. فعلا قال لا إيلي ولا تطعميني. إيه الله وكيلك وقت بدي اشتري غراض إيه بيضل البياع حايص حوالي وعلى صف كلام، شي بطعمة وشي بلا طعمة. طيب قديش كلفة الطقم؟ بيني وبينك هلأ شو بدك أنت بهالقصة؟ بالله قديش؟ ما بتقولي لحدا؟ لا ما بقول. طيب احلفي. خلاص قسما ما بقول. وعك ها، لانه مو حلوه بحقي، بس رح اقول لك انا لانك رفيقتي. ولا يهمك، قديش كلفته؟ وقف علي ب 5,000 ليره. شو هالحكي؟ شو مفكره لك؟ قلت لحالي بتطلعي مصروف رحله تركيا، إيه بس على هاللون رح تربحي كتير. عندك مانع؟ ابدا، صحتين وهنا. بس اذا انا بدي اشتري من عندك شلون رح تعامليني؟ ولا يهمك، محضرت لك هدية وما بدي حقها. مبروك ست هالة. الله يبارك فيك يا رب. شو أماني عجبك ولا لا؟ حلو كتير مثل الآلة طالع عليك، كتير ظريف. إن شاء الله بتتهني فيه يا رب. الله يهنيك، تفضلي. ألف مبروك. الله يبارك فيكي. يلا خاطركم، خاطرك ندى، سلمي روحي. الله يا أهلين، أهلا وسهلا، شرفتينا. غسان. أهلين ندى، شوين كنتي؟ مرقت شوي لعند حياة، صار لي زمان ما شفتها. شلونها؟ ليش ما عم تجي لعنا؟ ما لا فاضية. خير، ليش شو في وراها؟ شو في وراها؟ وراها تجارة الله مولاها. تجارة؟ تجارة شو؟ عم تشتغل بالبيع والشراء. ما فهمت عليكي، شلون يعني؟ هلا قبل كل شيء بدي اسالك غسان، انت بتحبني ولا ما بتحبني؟ هلا معقول انت بعد 7 سنين زواج بتساليني هذا السؤال؟ هي ما بتتصوري انه سؤالك جاي متاخر شوي؟ هلا انت جاوبني على قد السؤال اذا بتريد. ندى لا توجعي لي راسي، مقدماتك وبعرفها. لوين بدك تصلي؟ شو بدك؟ بدي اسافر لتركيا. امتى؟ هلأ. إمتى هلأ يعني؟ أسبوع بالكتير يعني. تكرم عيوني، بس يا ريت تأجليها لبعد 3 شهور على الصيف يعني، بلكي بقدر طالع إجازة وسافر معي.
ليش مين قال لك انه انا بدي اروح معك؟ نعم؟ لكان مع مين بدك تروحي؟ بدي اروح انا وحياة. لحالكم؟ ايه لحالنا، شو رح يصير لنا يعني؟ حلو. وشو سبب هالسفرة المفاجأة بقى؟ بدي اشتري تياب. بس معلوماتي انه عندك تياب بتلبس حارب كاملة. مو إلي، بدي اتسلى وطالع لي قرشين بضاعة. يعني تاجرة شنطة؟ ايه نعم، هي حياة، اشتريت بضاعة ب 250,000، طالعت مربحه 250,000، هي ما عدا كلفة السفرة. شو هالحكي؟ هاي التليفون، قوم اسألها. ومنين بدي أمن لك 250,000؟ اسمع، أنا معي 100، بتعطيني منك 150,000. ندى حبيبتي، فكري منيح. حياة خرجة هالشغلة، أما أنت مخك مو تجاري، أنت إنسانة. هلا لا تقول درويشة، بزعل منك ها. مو قصة درويشة، بس أنت خلص خلص، إذا كنت خايف على مصاريك معك حق. يحرم علي إذا بقيت أفتح لك السيرة. لكن مو قصة خايف على المصاري، بس شغلة البيع والشراء بدها مواهب، مو كل إنسان بيطلع بيده يشتغلها. يعني أنا هلا ما عدت أعرف أحكي؟ مو شغلة حكي وبس، في خبرة بالمسألة ما شاء الله على هالخبرة اللي عند حياة، إيه طول عمرها بتحسدني على هالطلاقة اللي عندي، وعلى هاللسان اللي بيطالع الحية من وكرة. طيب، ماشي الحال. شو ماشي الحال يعني؟ يعني تركيني فكر. ما بدها تفكير غسان، الشغلة مدروسة تمام. طيب طيب، على عيني وراسي. يعني موافق؟ أي نعم، في هيك شيء. الله يخلي لي إياك يا غسان، لا يحرمني منك يا رب. شلون شايفتي لي هالبلوزة؟ حلوة كتير ها؟ ايه بس كمامة طوال كتير. هنن أصلاً عاملينهم طوال، آخر موضة السنة رفع الكمام أو كفهم لفوق. ايه بس مبهطة علي كتير، بعدين أنا مقاسي سمول وهي يمكن. بالعكس حبيبتي بالعكس، هاي البلوزة بالذات قياسها ستاندر، يعني ما لها مقاس معين، مشان تلبس كل الأعمار وكل الأحجام. ايه بس كأني شايفتها مغسولة ومطمطة. ايه لا تغلطي حبيبتي، هي قياسها فلو، مشان تسمكي تحتها وتلبسي شو ما بدك. طب كأنه لونه بارش. ايه بالعكس حبيبتي، ايه والله طالعة بقلبها البلوزة مثل الوردة الفواحة، خاصة انتي بيضة والبلوزة هيك داكنة شوي. تعي تعي كملي قهوتك يلا. طيب عندك غير اصغر منها؟ حبيبتي انا ما بجيب الا قطعة واحدة من كل نوع، وهذا الشي معروف عني. طيب خليني اخذها وارجيها لماما. ما في مانع، بس شوفي اذا اجت امك لهون وشربت لها فنجان قهوة بجوز تاخذ لها شي قطعة لحالها. حاكم عندي شاموا خرج امك تمام. امي حبيبتي امي حاكيها بركي بتجي لهون، بعدين يعني بتعطي كلها رح تخلص وما بصير امك تطلع من المولد بلا حمص. امي حاكيها يلا بركي بتجي. الو ماما. شو هاد؟ ما شاء الله شايفك مكتر العدد ومتقل الحملة. ايه معلوم، لأنه كله بتركيا حلو وكله رخيص. يمكن إجاني زباين. قوم قوم حاكم، الخبر انتشر كله صاروا يعرفوا. قوم تسطح بأوضتك. مرحبا ندى. لك أهلين عزيزة، وشك ولا ضو القمر. لك إيش بدي ساوي، شغل البيت ما بيرحم. شو؟ قالوا لي انه جايب بضاعة حلوة كتير. إيه لكان شوفت عينك، عندي بضاعة فشل اكبر محل بالشام يكون عنده مثله. حلو كتير، ورجيني لشوف. حاكم ناطف قلبي على مانطو مثل الخلق وماني عم لاقي. ايه عندي كم مانطو بيستاهلوا جسمك الحلو. تعي تعي لورجيكي. تعي شوفي هالمانطو ما احلى. بيسيلي اياه بالاول وبعدين منحكي. طيب هاتي لنشوف. شو هاد؟ يا عيني حلو. لك كبير شوي. لا مو مقاسي منوب ندى، يعني ما في اصغر بنمره؟ لا ما عندي، بس حلو كتير. صحيح كبير شوي بس حلو. بعدين وينك الست بالشتاء بتسمك باللبس، واذا كان مكسم تكسيم اي كنزه رح تلبسها تحته بتطلع فيه مثل الفرشه المخرجه. اي ستي ماشي الحال، يمكن يجي مقاس امي، لانه بصراحه امي ناقصها مانتو مقدر، وانا حابه هديه هديه، يعني قطعه حلوه بمناسبه عيد الام. قديش حقه هذا؟ يا ستي رح ابيعك اياه مثل ما اشتريته. يا ستي أنا دافع حقه 11,000، وصدقيني من غيرك بدي أقبض حقه 16,000، بس أنتي بنت خالتي يلا وما في شي بينعز عليكي. لا أيو
شو 11,000 انت التانية؟ شو شايفتيني حوبة ما بفهم؟ يو عم اقول لك هي سعر التكلفة قدامك، خدي شوفي. ايه هلا قيمي لي هالدفتر من ايدك وحاكيني، بعتي ب 5000؟ شو عم تحكي انت؟ شو 5000؟ ولو يا ندى، إذا أنا بنت خالتك وبدك تفرميني بالسعر، شلون بقلع؟ عم أقول لك شاريته ب 11,000 ودافعة حقه بالدولار. هلا أنا لا بفهم دولار ولا مولار، أنا بنت خالتك واستحليت هالمانتو، هيك بدك تفكري. ليش كم عزيزة عندي؟ إيه مزبوط، بس وخالتك لك ندى رح تدعي لك كثير، وأنتِ بتعرفي لما خالتك بتدعي شو بيصير؟ يا ستي على عيني أنتِ وخالتي، إيه بس مو معقول. هلا افرضي هالفستان أو بالأحرى يعني هالمانتو بدك تاخذيه إلي. صحيح، بس انا هلا لا تطولي وتقصري، قوليلي مبروك. شو مبروك؟ عم اقول لك تعيشي وتجيبي ان شاء الله، والله يربحك بكل قطعه اضعاف مضاعفه باذن واحد احد. يلا هلا ندى انا مستعجله. شوفي ندى، تتغدي عنا بكره؟ مو ما تجي طابخين شلباط وبالرز ليكي، ومشان المبلغ بس يصير معي بعطيك. يلا باي باي. شو بقديش قطعتي رقبتها؟ ما قطعت شيء، اخذته مني هديه. يمكن اجاني زباين. يلا فوت فوت على اوضتك بسرعه. اوه كمليت لحالي. لك فوت خليني اتسبب خلصني. لك اهلين ربيعه. مرحبا ندى. اهلين، كيفك؟ شلونك؟ من الله منيحه. ايه الحمد لله. شلونك عمتي؟ الحمد لله، مشتاقه لك وعتباني عليك كثير. والله مشغوله كثير. حاكم بتعرفي التجارة بدها تفرغ كامل. صحيح، قال انت جايبة شغلات لجنان وحدة بوحدة. ايه والله جايبة شغلات حلوة كتير ومودرن وخرجك تمام. حاكم انت مصروعة وبتحبي صرعات. صحيح، انا بحب الصرعات كتير. هاتي ورجيني لشوف. شوفي هالكنزة، شايفة ما احلاها؟ هي بتكسم الصدر وبتضيق الخصر وبتخفي الورق وبتدفي العظام. شو رأيك فيها؟ ما بدي كنزات. عندك بنطلونات؟ إلا كان أنا اللي عندي يا ستي. عندي بنطلونات جوخ وعندي بنطلونات جلد وعندي بنطلونات ديسكو وفيزون. شو طلبك أنتي؟ أنا بدي فيزون أسود. ما عندي أسود، بس في عندي جلد نمر. ما بدي جلد نمر، بيسمن الرجلين وبيعمل بروز للورك. طيب تاخدي جلد حية؟ تركينا هلأ من البنطلونات. عندك تنانير؟ لكان لكان أنا اللي عندي. تعي شوفي لي هالتنوره ما احلاها. وينك؟ صحيح بليسي بس رجعانه موضه التنانير المكسره هاي. لا قصية. بس هي طويله كتير. شبنا ربيعه هلا هي طويله. ايه بدي تنوره اقصر لحتى اتفتل فيها بالبيت. حاكم جوزي بيحب التزليط والقشلطه كتير خصوصا المساء. ايه شبنا ربيعه هي يمكن تجي قصيره على بنت 12 سنه بقى. شلون وانتي قد اللي ماشي الحال؟ قديش حقها هي؟ ما بدك تقيسيها؟ ما بدها قياس. ياسي وبعرفه. قديش حقها هاي؟ 4,000. شو عم تقولي؟ 4 شو؟ حبيبتي هاي ماركة توبونيز، يعني فرنسية وسينية. هلأ شلون فرنسية وجايبتيها من تركيا؟ صحيح، بس بلد المنشأ فرنسا. هلأ لا تكتري حكي، أنا بنت عمتك وما لازم تربحي مني. روحي ربحي من غيري. صدقيني ما في مربح يا ربيعة، عم بيعك بسعر الكلفة. تفضلي هاي الدفتر قدامك. حاجتك بقى زعبرة، بزعل منك. ها قال دفتر. قال ولك يا ربيعة هذا عوض ما تهديني إياها هدية، يعني محرزة تاخدي حقها مني؟ صحيح، بس خدي مني سعر رمزي، يعني معقولة تلدعي مني 4,000 ليرة حق شقفة شرطوطة؟ صدقيني ما بقدر لأنه خلص حبيبتي، عجبتني التنورة ما بدي أعطيكي حقها، شو رأيك بقى؟ طيب مثل ما بدك. شبكي هبط قلبك، عم أمزح معك، رح أعطيكي 2000 ليرة، يا ستي هي التنورة ما بتسوى أكثر من هيك، قولي لي مبروك. ما بعرف شو بدي أقول لك. على كل حال أنا مستعجلة، بدي أنزل على السوق لبق لها بلوزة. صحي عندك بلايز؟ لا. نعم. ايه بس شلون لا وايه؟ مو قلتي لي عندك بلايز؟ ايه صحيح، بس كتير كتير كبار عليكي. ماشي الحال، يلا خاطرك. أهلين. صحي ندى، بالنسبة للألفين ليرة ببقى حاسبك فيهم بعدين. يلا باي. مع السلامة. سلمي على عمتي. الله يسلمك. وشو ربحتي من هالزبونة كمان؟ ما ربحت شي، القريضة تقرضها إن شاء الله، بعت بخسارة. لك حبيبتي، قلت لك هالشغلة مو شغلتي. خلاص لا تزيد على قلبي أنت التاني. قولي إن شاء الله روح أنت افتح، روح. مرحبا غسان. هي إسراء تفضلي.
يا ترى صفتي ندى هون؟ ايه هون هون جوا فوتي. ولي سلفتي يو شو هالحكي؟ مثل ما عم قلك يا حياة. لا والله أنا ما عم بستحي من حدا، عم بكسب وعم بربح وعم طلع سفرتي ببلاش، ويوم الجمعة الجاية طالع على تركيا أجيب بضاعة جديدة. نيالك الله وكيلك، بين سلفتي وبنت عمتي وبنت خالتي وبنت خالي صفيت على الحديدة. معلش ندى، الواحد بيتعلم. طيب شو رأيك تطلعي معي على تركيا يوم الجمعة؟ لك شو تطلعي على تركيا؟ ليش وقفت معك بالأول حتى تسافري مرة تانية؟ لك أنت ليش بيطلع خلقك أوام؟ يعني الواحد بيتعلم. شلون بدك تتعلمي؟ فهميني بقى فهميني. لك أنت ما عندك موهبة الكلام واللوفكة. حبيبتي أنت مرة طيوبة بنضحك عليكي بكلمتين، مو مثل حياة. هديك مقطعة موصلة بتفوت مع أم العريس بتطلع مع أم العروس ولسانها بسبع شطرات. خلص بس هالمرة الله يخليك خليني أجرب. لك اشتهيت تجيكي زبونة غريبة كلهم من القرايبين وما لما الفراش. خلص وينك بوعدك اني ما استحي من حدا ونشف وشي بالكلام. العن على القصة، حطينا ما فوقنا وتحتنا مشان ترضي هوايتك وتقلدي رفيقتك. وما بقي من هالبضاعة الا الفساتين اللي قياسها اكسترا اكسترا لارج، الدبة ما بتلبسهم. يعني بالمختصر عملتي مثل تجارة المجدوب على اهل بيته. خلص انت التاني بلا حكي كبير عند هالمساء. الفساتين الكبيرة هي بدي اعوض خسارتي فيهم، بكرة بتشوف. مرحبا بنت حباي. اهلين. البقيان عندك فساتين اكسترا اكسترا لارج من قياسي انا، فلما سمعت هالسمعه ركضت مشان لحتى خلصك منهم. حكم تعرفي هدول ما منهم فايده وما لهم راغي. ونشاوروا قالوا عليك طيب خليك هنا من قلبي قريب. إذا مين لك شغنية تاني؟ مثل شو يعني؟ يعني شغنية لأحلام. لأحلام بدك الصراحة يا غفران، أنا روح قلب الموسيقى الخليجية، وأحلام بالذات أنا كتير بيعجبني صوتها. يا ترى حفظتيلها شي غناي ولا بتتذكريش؟ ولو يا غفران أنا يلي حفظتلها. تناظر الساعة ولا تدري ليش أزعل عليك؟ مش هاي ولا هاي، اسمعي تقلك. بالله يا ولد الناس ابعد عن دروبي، هل انت ولي علي وثوبك ما هو من ثوبي، هالراس ما ينحني الا لمولاه، خلك بغيظك موت مالك أمل صوبي، هقول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، هقول عني ما تقول صوبي كم صعب الوصول، اللي ما يطول العناب حامضن عنه يقول، اللي ما يطول العناب حامضن عنه يقول. الله يا سلام عليك يا سناء، فعلا صوتك كثير حلو، يعني مش لأنك اختي بس صدقيني لو اشتركتي بالسوبر ستار كنتي اخذتي الدرجة الممتازة وصرتي سوبر ستار العرب. وشو وصلني للسوبر ستار انت الثاني؟ انا للسوبر ماركت بقدرش اوصل. شو صار معك يا سناء؟ ما خلصتيش تقميع البامي؟ يلا ها ما تقوليش الا خلص، ما بقي الا شوي. تعرفوا ليش بدي اياكم تخلصوا قوام؟ وليش بقى امي؟ لانه الاستاذ بيكون بعث لي 40 جرزة ملوخية ولازم ينقطفوا اليوم قبل ما يدبلوا. امي ابي تاجلوش معك لبكره. لا يا غالي ابي تاجلوش، خفوا ايدكم يلا خلصوني عاد. عيني انا شفت البني يا حالي ما تضرب بري مش هتصيب وتعمل نايمة، كلمتها في الحب قالت ما عرفوا ما عرف طريق الحب وهي عالمة. يا سليمة يا سليمة. الله على هالصوت ما أحلى يا بيي، صوتك أحلى صوت بكل الليبرارية. يقبر قلبي إن شاء الله. طبعا صوته حلو، لكن لمين طالع حضرتك؟ أصلا هذا اللي شاطر فيه أنت وبناتك، معلوم يا عمي
إذا كان بيكون مطبل بالدنيا ومزمر بالآخرة، لمين بدكم تطلعوا أنتوا يا ذلي؟ الله يسامحك، أنا مطبل بالدنيا مزمر بالآخرة؟ معلوم. وليش بقى يا ست الحسن؟ لأنه حضرتك صارت الساعة 10 وبعدك ما طلعتش على الشغل. يعني فكرك إذا طلعت على الشغل قبل ساعتين من إسا حتفرق كثير يعني؟ بعرفش والله، بس الناس بتطلب الرزق من صباحية ربنا، مش بيضلوا نايمين للظهر مثل الأكابر؟ إيه والله يا أمي بي مش عم بيقصر. سدي بوزك ولي؟ قال مش عم بيقصر قال، ولك الرزق بده حركي، بدوش كسل وتنبلي. وك يا شهيرة 100 مرة قلت لك، افهميني مشان الرسول، 100 مرة قلت لك إنه ضيعت الإبرارية منحوسي ورزقتها قليلة، والسبب هو إن المصاري ما فيش بيد الناس، مصاري بيد الناس ما فيش حتى يتبعزقوا ويشتروا. ولكن اسمعوا على هالحكي، قال فيش مصاري قال. وك يا زلمة شو أنت عم تبيع برادات ولا غسالات؟ مثل ما عم قلك وصدقيني الناس عم تشتري مني بالدين، وفي منهن فاتح لهم دفتر حساب كمان. وحق الله اللي بيسمعك بيصدق، قال الناس عم يشتروا منه بالدين قال. وك يا زلمي مشان شوية دبابيس وكم بشط شعر عم يشتروا منك بالدين. اي والله مزبوط يا امي، ام جميل اشترت منه اساور وقنينة عطر وقالت له باول الشهر بوفيك حقهم. وكمان ابو صالح عايفان اشترى منه مقصين وملاقة غسيل وما دفعلوش حقه. هاي قلولة لا امكن، الخانم مفكرة أهل البرارية مليونيرية وعم يشكو القلة بعد. وك يا أم سناء، البرارية إذا ما إجاها موسم محرز الناس راح تموت من جوعها. ودخلك؟ إذا كان هيك ليش عم تغير شغلتك؟ وشو بده يشتغل يعني؟ شو بيعرفني ولي؟ أنا زلمي ولا هو؟ هو بيني وبينك يا أم سناء، امبارحة شفت منام خلاني فيق من نومي وطير الناعوس من جفوني. ها وشو هو هالمنام بقى؟ والله ما بعرف، بس شفت بمنامي شيخ جليل لابس أبيض بأبيض وعم يقول لي يا أبو سناء ليش ما بتنزلش عالشام؟ نزل عالشام لأنه بهالنزلة رح تسمع خبر حلو ورح تتوفى. بقى شو رأيك بهالمنام الغريب؟ لا غريب ولا شي، إسا مفكر كل المنامات مسخرة؟ ولك يا زلمي يا ما في منامات بتصدق وبتتحقق وبتخلي الواحد يصير فوق الريح. بس يا حسرتي يا شحاطي، ما جوزي وبعرفك، ما انت كسلان ومش عارف ربك وين حاطك. اسا اتشتغليش فينا من عند الصبح يا شهيرة، خلينا رايقين وعم نغني الله يرضى عليكي. يلا سلام عليكي، بدك شيء؟ لا بديش شيء. بيي منستناك على الغدا ولا بدك تتأخر؟ لا اتستنونيش على الغدا، انا برجع بعد المغرب. لكان ليك عمال جدك تبعث لنا حمص وعدس وقليل الزيت، مش تنسى مثل عادتك. ومع مين بدي ابعثهم يا بعد عيني؟ بعثهم مع مرعي ابن ام مرعي. تكرم عينك يا شهيره بن جدل الطفصان، قال ابعثهم قال لك يبعث لي حمه، يبعث لي حمه على هاي الحياه هذه. قال ابعثهم قال شهيره بن جدل الطفصان قليلي. انتوا هي ولي قبروا خلصوا عاد، الحقوني على الخنب بدي لقمه البيت. زعل عليك عاشقك واموت بيك، تكسر الخاطر بدوني ينكسر قلبي وجيك، لو تفارقني ثواني اكتئب واكره زماني، لا تخليني اعاني وانت في عمري شريك. تدري ليش ازعل عليك، تدري ليش ازعل عليك، تدري ليش ازعل ليش عاشقك واموت بيك. فراشي خواتم يلي بدك تصالح حميتك، يلي بدك تراضي مراتك، قرب يا حبيبي قرب يا حبيبي. مرحبا عمي. اهلا وسهلا بالخمورة الحلوة. قديش حق هالسوارة؟ والله هذه حقها ب50 بس إلك ب40. اسا انت بدك تبيع ولا بدكش؟ شلون بديش بيع يعني؟ طبعا بدي بيع، شو شغلتي لكينا؟ أصبح حاطيني صورتين ب30. شو عم تمزحي انتي؟ عم تمزحي ولا جنيتي؟ لا مش عم بمزح، بس انا سعرك غالي كثير. شلون غالي بقى؟ ايه انا وملكيش علي يمين تحلفيني شاري صورة الوحدة ب35 ليرة. تا
تاخذ شو تعطي معي كثير؟ إذا كنت بيع عن جد باخذ منك 4 أساور ب60، منيحة؟ أمنت بالله على هالنهار. وك يا عمي روحي العبي بعيد، بدك يعني بيع بخسارة يعني؟ مش أحسن ما تضل بضاعة منحوشة بخلقتك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تفضلي يا ستي، وهي 4 أساور. هيك ها، شفت ما أحسن؟ شو بك أبو سنة، فيش كلمة مبروك؟ ماشي الحال، مبروك عليكي، ألف مبروك إن شاء الله. الله معك، مع السلامة. قرب يا حباب، قرب يا صبية، قرب يا حباب. معنا فراش يسنان وكبريت وخيطان، معنا محارم ومعنا خواتم، معنا هدايا للنسوان. مشان الله جابروني، مشان الله اشتروا مني، مرتي إذا خسرتوني أبدا ما بترضى عني. معنا فراش يسنان. مرحبا عمي. أهلين بالقمورة الحلوة، شلونك يا سليمة؟ الحمد لله نشكر الله، معك مشط سنسمك؟ تكرم عيني، تفضلي. وبدي ليفي ناعمي حتى ما ينهريش جلدي. سلامة جلدك يا سليمة، وهي ليفي ناعمة كثير، كل ما فرقتي جسمك فيها بينعم أكثر. يكثر خيرك، شلونها غفران؟ كويسي كويسي، بتدعي بسلامتي. وسناء؟ اسم الله عليها سنوقتي، مثل الغزيلة. لساته صوتها حلو؟ طبعا لكان حلو كثير، احلى من القطر يا سالمة. لساتكن ببيتكن القديم ولا نقلتوا؟ وليش لحتى ننتقل منه؟ واه نحن حالفين ما ننتقل منه الا على الدار الاخره. عمي اني بعد بكره عرسي، وحابه اعزم سناء وغفران اذا ما عندكش مانع. الف مبروك ان شاء الله، منتشرف يا سالمة. ذكرني عمي بو سناء، وين عنوانكن؟ على كتف وادي البرريه، بين البير القديم وبين شجرة البلوط الكبيرة. ايه عرفتوا، اليوم المساء بمرق لعندكم وبعزمون. خاطرك؟ شو خاطرك؟ ما دفعت ليش حقي؟ مش مشكلة، ببقى بحاسبك بعدين. خاطرك. الله معي، مع السلامة. اني شفتك يا حالي ما تضرب برمشط صيب وتعمل نايمة. كلمتها. سلم بياتك عمي بكرامي. الله يسلمك، مع السلامة. شو يا رنا، بدكيش تشتري؟ مفلسي مثل العادي، انت واهلك مفلسين. قرب يا حبيبو. مرحبا ابو كامي. اهلين ابو سماء، شلونك اليوم؟ شو شلوني، حر وشموس وقلة فلوس ومعاشرة تيوز. الله عليك ابو سماء، شو بتظلك متشائم؟ مليش متشائم يا ابو كامل، بس مصاري الناس صايرة عزيزة عليها كثير. المهم قبل ما انسى، عطيني يا مرحوم البي كيليين حمص وكيليين عدس وقنينة زيت، بس يكون ممتاز الزيت. ها وزاهي، غير زيت زاهي ابا خوش. طبعا انت بتعرف طعم التمك، بس كيف بدك تحمل هون؟ ما تاخذنيش انت حامل حمل القديش بيطح تحته. أصبح بعث لي إياهن على البيت إذا بصرش ثقلي، حتى تلحق مرتي تطبخ لنا لقمة. على عيني. تفضل خيي، قطع حقي، تفضل. يسلم والإيدين. الله يسلمك يا أبو كامي. هيك طلعنا خلاص، ماشي الحال. الله يعوض عليك بالأكثر. آمين يا رب العالمين. السلام عليك. وعليكم السلام، مع السلامة. أني بياع الخواتم، أني بياع الحلوين، أني بياع الخواتم، أنا بياع الحلوين. يلا يا أوادم لك، يلا يا نزوين، اشتروا مني خادم ولو بعتوا بالدين. أنا بياع الخواتم، أنا بياع الحلوين، بياع الخواتم. خواتم خواتم، يلا على الخواتم، اشتري خادم لخطيبتك. شايف الجو شو رايق يا سناء؟ ايه والله يا غفران، النسمة باردة وعليلي. سنوقة حبيبتي، غني لي شي غنية بصوتك الحلو. ايه على عيني، بس بخاف امي وبي يفيقوا على صوتي. ايه وشو فيها، إيه الناس بتفيق على صوات الشحرير. تكرم عينك، لكن اسمعي. هاللي جرى من مرسي لك، هاللي جرى تيرارارارا،
بس لما تيجي وانا احكي لك هاللي جرات يا رارارارا هاللي جرى من مرسيلك هاللي جرات يا رارارارا بس لما تيجي وانا احكي لك هاللي جرات يا رارارارا وامسح دموعي في منديلك هاللي جرات يا رارارارا بس لما تيجي وانا احكي لك هاللي جرات هاللي جرات هاللي جرات. شو بيي بعدك ما نمتش لقصه؟ مبلا نمت بس فقت على غفلي بعد ما شفت المنام الغريب. خير يا ابو سنة، شو اللي فيقك من النوم؟ والله يا شهيرة هالمنام يلي عم شوفه كل يوم رح يجنني. نفس المنام يلي عم تشوف فيه الشيخ يلي عم بيقول لك انزل عالشام؟ اي والله يا بنتي نفسه، يعني هاي خامس مرة بشوف فيها نفس المنام والشيخ اللي لابس ابيض بابيض وعم يقل لي انزل عالشام بتتوفخ وبتسمع خبر حيله. والله يا ابو سنة اذا كان هالمنام عم ينعاد معك كل يوم معناته لازم تنزل عالشام، بلكي الله دخيل اسمه بيفرج عليك. بيني وبينك يا بيي خسارة ما فيش، فخذ هالبضاعة عالشام واتكل على الله. حاكم البرارية صارت بخيل كثير والرزق فيها قليل. ولك تقبريني انت ما هي بحكياتك. تعال قلك ليك، يعني اذا صرت بتنزل عالشام بلكي الله دخيل اسمه بيفرج عليك بيفتح بوجهك ومنجمع جهاز هالبنت. حاكم هذا خطيبة لسناء نقى راسي وهو عم يستعجلني من شان الخطبة. هي قولي؟ ايه، والشغلة فيها شيخ سارة. امي شو عم توشوشوا انت وبيي؟ في شي مخبينه علينا ولا شو القصة؟ لا يا تقبروني، انتو في شي بيتخبى عليكم. ليكم بيكون وافق من بكرة ينزل عشان يسترزق اذا الله راد، ولا لا يا ابو سنة؟ لا ماشي الحال ماشي الحال، وانتي اللي قلتي. يا رب يعطيك العافية يا عم. الله عافيك أهلين. دخلك شو اسمها هالحارة هذه؟ ليش بقى شو بدك باسمها؟ شي عم بسأل سؤال بس حرم يعني سؤال. لك إن شاء الله يكون اسمها العفاريت الزرق. أنت شو جابك لهون؟ اي شلون شو جابني لهون؟ بدي بيع بضاعتي. قديش صرت بايع من الصبح لهلا؟ قديش صرت بايع؟ قسما بالله ما بعتش ولا بفرنك زوري، مع اني طلعت على السوق الساعة 6 الصبح. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يرزقك يا عمي، الله يرزقك ويرزقنا. امين امين يا رب العالمين. ماشي بهذه الحارة يا ناس اشتروا مني، ما راح بيع بخسارة الدين ببهدلني. جابرني يا شامي يا تقبر عظامي، بلكي ربي بيرزق يمكن يحن علي. قرب يا حبيبي أول مرة بيكون بغيب كل هالوقت عن البيت. الله يرزقه ويرجعنا يا بالسلامة يا رب. آمين يا رب. هذا على الحساب، صار له 5 أيام غايب،
أكيد توفق حتى غاب هالغيبة، مش هيك أمي؟ قولي الله يوفقه ويرجعه بالسلامة، وحامل معه خبر حلو. عم بيع الناس أشكال والوان كركر خيطان، ورزقي مكتوب عند الله، لكن هالناس يشروا بالدين وبخسارة كمان لما أمر الله. قرب يا حبيبي، قرب قرب، عدم للأصلي أشكال الوين. حامل أنا البسطة وبضاعة البسطة، عم بيع الناس أشكال والوان كركر خيطان، ورزقي مكتوب عند الله، لكن هالناس يشتروا بالدين وبخسارة كمان لما أمر الله. قرب يا حبيبي، قرب يلي بدك تصلح حميتك. يعطيك العافية. أهليك سهليك، شلونك اليوم؟ شو بدي قل، قسما بالله يا رجل ما استفتحتش بمليم واحد من خمسة أيام لحد هالتاريخ. العمى معقولة؟ ولكن اشتهيت بيع ليفي، عيلتي، كبريتي، عبث، ما فيش حدا عم يشتري مني. ليش؟ شو السبب؟ الله وحده بيعلم. طاعة قريب يا حبيبي. عود عود عمي عود، اسلم نيتك. والله مبين عليك انك زلمي غشيم وعلى نياتك. وليش بقى على نياتي؟ طبعا على نياتك. معقولة جاي تبيع المي بحارة السقايين؟ شو مجنون انت؟ شلون يعني؟ ولك حبيبي انت جاي على الشام، مالك بالضيعة؟ يعني لا تأخذني، بالشام في كل شيء، ما حدا بحاجة لبضاعتك. الشام فيها دكاكين، وفيها ميني ماركت وسبر ماركت وأكشاك فخمة ومحلات كبيرة بتبيع من البابوج للطربوش. بقى وين فايت بهالعجقة؟ يعني ماليش خبز بالشام؟ طبعا مالك خبز. يعني لا تؤاخذني بهالكلمة، البسطة صغيرة اللي ناتعها على ظهرك، كل 10 متار بتمشيهم بالبلد بتلاقي أحسن منها بمليون مرة. يعني فيش أمل إني بيع شيء؟ والله يا عمي بهيك حالي ما في أمل منوب. إيه الله كريم. أنا اللي بدي أفهمه بس، إيه؟ إنه أنت شو جابك لهون؟ بصراحة يا عمي مرتي هي اللي جبرتني. ما فهمت، مرتك شو دخل بالموضوع؟ هي قالت لي انزل على الشام حتى يتحقق منامك. منام؟ أنو منام؟ يا سيدي بصراحة ومش راح خبي عليك، لأنه باين عليك إنك طيب وابن حلال. الله يجبر بخاطرك. الحقيقة أنا عم شوف بمنامي وكل ليلة شيخ مهيوب ولابس أبيض بأبيض، وعم يقل لي انزل على الشام بتتوفق وبتسمع خبر حلو، بتسمع أحلى خبر بحياتك. ولما نعاد المنام كثير قالت لي مراتي انزل على الشام واسترزق وما فيهاش خسارة المسألة. هذه هي كل القصة. والحقيقة أنا ما سمعتش لا خبر حلو ولا خبر مر، لا ضار ولا نافع. سبحانك يا ربي على هالنزل المبهدلي. لك يا رجل معقول أنت بأنو عصر عايش حتى تصدق المنامات؟ فعلا أنك درويش وغشيم ومجنون كمان. ماشي الحال يا عمي، ماشي الحال، كله من رب العالمين. الله يسامحك يا شهيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس بلا منقودية يا عم مور. انت شو شفت بمنامك؟ يا سيدي شفت شخص عم يقول لي روح على ضيعة، وصدقني بحياتي ما سمعت باسمها. قال لي اسمها البرارية، وقال لي روح لكتف الوادي وحفير بين البير القديم وشجرة البلوط الكبيرة، واني رح الاقي كنز مدفون. وشوفت عينك، هي انا قدامك، لا رحت على البرارية ولا دورت على الكنز ولا غيره، ونسيت الموضوع من عين اصله. كثر خيرك يا عمي، كثر خيرك يا حبيبي. يعطيك العافية، يعطيك العافية روحي. السلام عليكم يا حياتي انس، السلام عليك يا انس، السلام عليك. لا وين وين؟
بدك تاخذ البسطة؟ مسامح مسامح يا خي مسامح. ليش المجانين مو ولاد ناس